نبارك للطلاب توجيه تفوقهم والنجاح، ونتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح في الأيام القادمة إن شاء الله، وبنرحب فيهم إن شاء الله في الجامعة الإسلامية. أبارك لطلاب الثانوية العامة في نجاحهم، وأتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح. طبعاً الفرحة، كل الفرحة فرح التوجيهي، لكن لا تكتمل الفرحة إلا بالانضمام للجامعة المتميزة والتخصص المتميز اللي بلبي طموحات طلاب الثانوية العامة. ربنا يوفقهم إن شاء الله ويكتب لهم كل خير، وبشرفونا بجامعتنا حاضنة جميع الطلاب المتفوقين. ببارك لطلاب الثانوية العامة بنجاحهم، ونتمنى منهم دخولهم وانضمامهم إلى الجامعة الإسلامية، وأنا فخور جدا أني من طلاب هذه الجامعة. نبارك لطلاب الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم. نبارك لطلاب الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم، نتمنى لهم الانضمام للجامعة الإسلامية.